السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في درس جديد من دروس اللغة العربية، ويعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تعم الفائدة للجميع إن شاء الله. وقبل أن ننتقل إلى درسنا اليوم إن شاء الله، نطلب من حضراتكم الاشتراك في القناة. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن أسماء الأفعال. أسماء الأفعال، ما معنى أسماء الأفعال في اللغة العربية؟ كما تعلمون أن هناك في اللغة العربية أفعال ماضي ومضارع وأمر، ويدل الماضي يدل على ما حدث وانتهى، والمضارع ما يحدث الآن، والأمر ما يدل على المستقبل. وأن هناك أيضا أسماء في اللغة العربية، اسم إنسان وحيوان ونبات وجماد، وأن هناك جملة فعلية وجملة اسمية، والجملة الفعلية التي تبدأ بفعل، والجملة الاسمية التي تبدأ باسم. فماذا عن أسماء الأفعال؟ ما معنى هذه الكلمة؟ أسماء أفعال يعني لا هي أسماء ولا هي أفعال، يعني نقول هي كلمات تدل على معنى الفعل وزمنه، معنى الفعل وزمنه. يعني قد يكون الكلمة تدل على الماضي أو المضارع أو الأمر، وتعمل عمله، أي أيضا تعمل عمل الفعل. فلماذا لا نقول أنها فعل؟ لا، ولكنها لا تقبل علامات الفعل. طبعا كما تعلمون أن الفعل له علامات، يقبل تاء التأنيث وهمزة والنون والتاء والياء والنون وهذه الأشياء، ولكن هذا أسماء الأفعال لا تقبل علامات الفعل، وكذلك لا تسمى فعلا، وأيضا لا تقبل علامات الاسم، فهي مثل الألف، ألف واللام، أو الإسناد، أو التنوين، كمثل الأسماء، أو تقبل النداء. فكما تعلمون دي علامات الأسماء. يبقى إذن أسماء الأفعال لا تقبل علامات الفعل ولا تقبل علامات الاسم، هي بين الاسم وبين الفعل. أسماء الأفعال هذه تأتي على ثلاثة معان، قد تكون مثل فعل ماضي، اسم فعل ماضي، معنى الفعل الماضي، ها؟ مثل مثلا في مثال هيهات، هيهات هنا اسم فعل ماضي بمعنى بعد، أو تكون بمعنى الفعل المضارع، مثال أف، أف هذا اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، أتضجر، أو أن تكون بمعنى اسم فعل أمر، مثال مه، مه يعني أكفف، وهي فعل مرتجل. في أفعال نوعين، أسماء الأفعال مرتجل وكما قلنا قياسي، ونقول مثلا هيهات وأف وهلم وأمين، هذه أفعال اسم أسماء أفعال مرتجلة أي ترتجل. وهناك أيضا أسماء قياسية، منقول وقياسي، في ثلاثة أنواع: مرتجلة، منقولة، قياسية. طيب كيف نعرب الأسماء الأفعال؟ أسماء الأفعال دائما نقول أنها مبنية، حيث أنها تشبه الحروف. يعني إذا الحروف كلها مبنية، فأسماء الأفعال مبنية لأنها تشبه الحروف، وتبنى على ما سمعت عليه، ومن كسر وفتح وسكون. يعني ساعات تكون مبنية على الكسر، مبنية على الفتح، مبنية على السكون. إلا أن النوع هذا القياسي دائما مبني على الكسر، اسم فعل أمر إذا كان قياسي يبنى على الكسر، أما المنقولة والمرتجلة فممكن أن تكون مبني على الكسر والفتح والسكون. ما هو عمل أسماء الأفعال هذه؟ قلنا أسماء الأفعال مبني زي ما قلنا، تعمل عمل الفعل، يعني وكأنها فعل، فترفع فاعل وتنصب مفعول به متعدي وغيره من الأشياء، فهنا يدل عليه، فيرفع الفاعل وينصب المفعول به، وخاصة إذا كان متعديا. هذا بالنسبة لعمل أسماء الأفعال. نتكلم على أشهر أسماء الأفعال، وقد قسمنا أسماء الأفعال.
عدد منها قليل جدا الماضي، ثم أكثر المضارع، ثم أكثر فأكثر الأمر. إذن قليل ما يأتي على صورة الماضي وأكثر ما يأتي على المضارع، ولكن الأكثر عامة أو الأكثرها شهرة هو اسم فاعل الأمر. سوف نعرفك بأشهر أسماء الأفعال المشهورة والمنتشرة أو المستخدمة في الكتب وفي المحاضرات وفي المؤتمرات وفي الأقوال وفي القرآن. اسم الفعل، ثم نتكلم عن النوع، ثم المعنى. فإذا قلت كلمة هيهات، هيهات، نقول اسم فعل ماضي بمعنى بعد، هيهات، هيهات، هيهات لما توعدون. هذا أتت في سورة المؤمنون، هيهات، هيهات، أي بعد، بعد، اسم فعل ماضي. شتان، شتان أيضا ماضي، اسم فعل ماضي بمعنى افترق، شتان بين ذلك وذلك، افترق، فعل، اسم فعل ماضي. سرعان أيضا ماضي بمعنى سرعة، سرعان ما كذا، سرعان، سرعان، فعل، اسم فعل بمعنى سرعة. هذا عن الماضي. نأتي إلى المضارع، مثاله أف، اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، أف لكما، أف لكم، ولا تقول لهم أف، يبقى كلمة أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر. أيضا قط اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، لم قط، يعني كلمة قط بمعنى يكفي. كلمة آه مضارع، اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع، عندما نقول آه من الألم. أيضا عندي وي مضارع بمعنى أتعجب، وي ما هذا، فنقول هذا اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب. واهن، واهن أيضا اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب، يبقى وي واهن بمعنى أتعجب. هذا عن المضارع، اسم فعل المضارع واسم فعل الماضي. نتكلم بعد ذلك عن اسم الفعل الأمر، وهو كثير. مثال على ذلك إيه، اسم فعل أب بمعنى زدني، إيه، إيه، إيه من كذا. عندي الحمد لله صه بفعل أمر، اسم فعل أمر بمعنى أسكت، أن نكلم إنسان أو نقول له صه، فكلمة صه بمعنى أسكت، وهناك أيضا صهن. كلمة آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، آمين يا رب استجب، آمين، آمين. أيضا كلمة حي، حي على الصلاة، حي على الفلاح، اسم فعل أمر بمعنى أقبل، أقبل. أيضا هناك هيا بمعنى، أو هيا أمر بمعنى أسرع، هيا. ها عندي هيتا أو هيتا أمر بمعنى أسرع. وكلمة هلم إلي بمعنى تعالى، هلم إلي. وعندي كلمة مه اسم فعل أمر بمعنى أكفف، هذا عن أيضا الأمر. هناك ألفاظ أخرى، هاك أمر اسم فعل أمر بمعنى خذ، وعندي إليك اسم فعل أمر بمعنى تباعد، إليك عني، تباعد عني. إليك كذا أمر بمعنى خذ، إليك هذا خذ. عليك بمعنى إلزم، عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليك اسم فعل أمر معنى إلزم. رويدك بمعنى تمهل، تمهل، ها رويدك، تمهل في الأمر. وراءك اسم فعل أمر بمعنى تأخر، وراءك، ها قيل ارجعوا وراءك، وراءك، وراءك بمعنى تأخر. وفي أمامك اسم فعل أمر بمعنى تقدم، اسم فعل أمر، ها يبقى أمامك أمر بمعنى تقدم. مكانك بمعنى إثبت، إثبت اسم فعل بمعنى إثبت. ولديك اسم فعل أمر بمعنى خذ، ودونك أيضا اسم فعل أمر بمعنى خذ. هذه أشهر أسماء الأفعال، وكما تلاحظون أن كثيرا ما تأتي على صورة الأمر، وقليلا على الماضي، ومتوسطا في المضارع. هذا كان عن درس أسماء الأفعال، لأن هناك بعض الطلبة أو الطلاب أو المستمعين يقولون ما هذه معنى هذه، هل هي اسم، هل هي حرف، ما إعرابها وما عملها، وقد تكلمنا عن معناها وعن
كيف تأتي، وعن إعرابها، وعن أنها تأتي على صورة الماضي والمضارع، وكثيرا ما تأتي على صورة المضارع. هذا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ولا تشتركوا ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.